الثبات بيكون هو المطلوب، لأن التغيير هيوصل لنتائج مش في صالحك، ممكن يخليك تبعد عن الطرف اللي بتحبه أو تبعد عن طبيعتك ونفسك. دينا أنا عاوز أتكلم معاكي. أنا قدامك. طب بصيلي، طيب هكلمك في موضوع مهم. على فكرة أنا بسمع بودان، بعدها مش فاضي، بطبق الغسيل عشان تعبانة وعايزة أنام. طب أنا اعتذرت عن السفر. واعتذرت ليه؟ يعني فرحت أنا ضيعت فرصة عمري عشان خاطرك، ضحيت بيها عشاني؟ ايه ضحيت عشاني دي؟ انت ضحيت عشان بيتنا، عشان جوازنا، ما تلبسنيش جمايل. انا قلت لك سافر، كونك انك اخترت انك تقعد يبقى هو ده الصح لبيتنا ولحياتنا، ما تقوليش عشاني. وانت بتعرفيش تقدري حاجه خالص؟ انا ما بقدرش، انت اللي مستني الشكر والتقدير طول الوقت كانك عملته بطوله. اي حد عايز يحافظ على بيته كان عمل كده. تصدقي ان انت ولا بتعرفي تقدري ولا بتعرفي تقولي شكرا ولا بتعرفي تعتذري حتى.